ربنا صالح كده. طبعا يوم جميل ما شاء الله، يعني متكامل اجتماعيا ومكان جميل. وطبعا اللفته اللي حصلت من الدكتور محمد طبعا علي الوزير تكريم اسر الشهداء حاجه محترمه جدا ومهمه جدا، وقد ايه هي كانت حاجه مؤثره. واحنا اللقاءات بتاعنا يعني هي في نفس الاتجاه، يعني يا ترى لو احنا كلنا اهتمينا وكلنا اهتمينا بالجانب العلمي زي ما احنا كدكاتره، يعني مننا ناس بتستشهد، فالاسر الثانيه دي ناس بتستشهد برضه. يعني فلو احنا عملنا بس افويدبل ديس واحده بس، يعني لو افويدبل ديس احنا انقذناها، دي حاجه تبقى كويسه جدا. اللي لفت انتباهي في كورونا دي علمتنا حاجات كتيره جدا. علمتنا فايده البيزك ميديسن اللي احنا اتشغلنا في كاطباء امراض صدريه في البابا واللاما ومش عارف ايه، وفي الاخر اكتشفنا من خلال الممارسه مع يعني مع الزملاء وكده ومع بعض الناس قد ايه الناس بتدي اكسجين صرفي بطريقه غلط، قد ايه اساسا ما يعرفوش يدوا اكسجين صرفي من الاساس، قد ايه ناس حاطه انتي بايوتكس مالهاش اي منطق في الدنيا خالص. فحبيت ان انا يعني انوه عن القصه دي، وانا اتمنى ان يكون ده اتجاه ان احنا نرجع شويه للبيزك ميديسن. يمكن من خلال المحاضره دي هنشوف حضراتكم يعني ممكن تكون حاجات ترجعنا لورا شويه لسندات الطب. ارت بيوز اوف انتي بايوتكس، طبعا انا اتمنى يكون عندي الارت ده، انا بحاول اكتسبه. العلاقه بين الانتي بايوتيك والبني ادم والبكتيريا هي علاقه ثلاثيه الابعاد. يعني لو شفنا العلاقه بين الانتي بايوتيك والبكتيريا، ممكن تكون البكتيريا ريزيستنت للانتي بايوتيك، ويا ترى الفارماكو داينامكس معناها الكيلنج باور بتاع البكتيريا بتاع الانتي بايوتيك على البكتيريا، في علاقه متبادله. والعلاقه بين الانتي بايوتيك والهيومن هي علاقه متبادله، يعني ممكن الانتي بايوتيك ده يكون الفارماكو كاينيتكس بتاعته مع البني ادم. يعني ايه فارماكو كاينيتكس؟ ابزوربشن ديستريبيوشن اليمينيشن، تمام؟ فدي علاقه بتحكم الانتي بايوتيك وعلاقته مع الهيومن، ثلاث حاجات ابزوربشن وديستريبيوشن رايح فين، تمام؟ والاليمينيشن هيتصرف ازاي؟ والتوكسيسيتي، يعني الانتي بايوتيك مع الهيومن ممكن يكون انتي بايوتيك فعال جدا بس توكسيك، ما ينفعش مع البني ادم. زي الميسيسيلين مثلا اللي احنا فعال جدا ومع ذلك انت بتستخدموه ليه؟ عشان سبب انه توكسيك. والعلاقه بقى بين الهيومن والبكتيريا دي برضه علاقه متبادله، ممكن يكون الهيومن ده عنده ريزيستنس عاليه، ممكن يكون اميونو كومبرومايزد، ممكن تكون البكتيريا دي فيرولنت اورجانيزم، سودوموناس حاجه غير ستريبت خفيف، غير ميسيسيلين سنسيتيف، غير مرسى، وهكذا. فهي دي علاقه الثري ارمز دول بيحكموا الحاجات دي. وكل واحده من الحاجات اللي احنا قلناها في الكلمه دي، ان ما كانش الدكتور عنده انطباعات عنها وبيفكر على السب كونشس ليفل، يعني عنده معلومات كتير بيوصل للسب كونشس ليفل، تمام؟ ان هو يرتب العلاقه دي تكون مظبوطه، مش هيعرف يكتب انتي بايوتيك صح. الانتي بايوتيك ريزيستنس ريت ده في تخيل في اليو اس مثلا بيتكلم عن الاس بالدم الاكستندد سبيكترم بيتا لاكتاميز، وهنعرف يعني ايه اكستندد سبيكترم بيتا لاكتاميز ولا اقولكم دلوقتي. البيتا لاكتاميز طبعا ده اللي بيكسر اللاكتام ريج، الاكستندد سبيكترم بيتا لاكتاميز، وعايزين نعرف الالفاظ دي، لان هتجيب اي كتاب دلوقتي اي بيبر تفتحها تلاقي الاسم بيكلمك وما يقولكش هو مين، لان المفترض ان احنا عارفين، تمام؟ فاكستندد سبيكترم بيتا لاكتاميز ده بيتا لاكتاميز بيقدر يكسر كل البيتا لاكتام انتي بايوتكس الا الكاربابينز بس، وحاجه اسمها سيفامايسين ما حدش بيستخدمها. فهو ده معنى اكستندد سبيكترم بيتا لاكتاميز. اكستندد سبيكترم بيتا لاكتاميز انتيرو بكترياسي، حد يعرف ايه انتيرو بكترياسي؟ انتيرو بكترياسي دي ليها مجموعه من الاورجانيزمز، تمام؟ جرام نيجاتيف اورجانيزمز اللي هي بتشمل ايه؟ حاجات الايكولاي والكليبسيلا والهيلوكوباكتر من ال، وفي ناس بتضيف عليها الشيجيلا والسالمونيلا، تمام؟ ده هي دي الانتيرو بكترياسي. انتيرو بكترياسي ده مش اورجانيزم، دي مجموعه من الاورجانيزمز. برضه هتلاقيه هو بيكلمك في اي نيبر تفتح اي كتاب تفتح يقول لك
اسم الانتيروبكترياسي. طب لو انا مش عارف الانتيروبكترياسي دي، ان الكريبسيلا واحد منها، وان في ناس بتضيف عليها السودوموناس، وان هم دي انتيروبكترياسي عشان هم متربين جوه الجت، تمام؟ فما ينفعش. واحنا عايزين ايه واحنا ماشيين كده؟ انا هفك الايه؟ هفك الحاجات دي على الاقل لزمايلي الجينيور دكتورز، بحيث ان هم لما يجوا يقروا، وعلى قد ما الدكتور محمد هيقول لي كفايه كده، انا هوقف كده بس ابقى اعطيك كام ايه؟ ابقى اعطيك كام هنت على حاجه يعني مهمه. فتخيل بقى الاكسنت سبيكتر دي كانت تمام، الستيروبكترياسي دي قتلت في امريكا سنه 2013 1700. المالتيبل دراج ريزيستنس سودومونس قتلت 440. المالتيبل دراج ريزيستنس اسيتوباكتر قتلت 500. الكاربابيرن ريزيستنس انتيروبكترياسي معرفناهم بقى في الكليبسيات او الايكولاري، هم دول الانتيروبكترياس قتلوا 600. كاربابيرن ريزيستنس، كاربابيرن المفروض انه حاجه قويه قوي. التراديشنال تريتمنت اللي عندنا كل واحد فيه مشكله، يعني البيتا لاكتام الفيلير ريت بتاعها عالي، وحتى الكالشر اللي بتتعمل انزيفو ما بتبقاش معبره عن اللي بتتعمل انفيترو، ما بتبقاش معبره كويس عن اللي بتتعمل انزيفو، مشكله. الامينو جلايكوسايد محدوده بالتوكسيسيتي بتاعتها، البولي ميكسنز برضه بالسيفتي بتاعتها، التايجسايكلين ممكن يحصل ريزيستنس اثناء استخدامها، وكمان برضه السايد افكت بتاعها عالي وهنتكلم عنها. الكومبينيشن ثيرابي ماشي هو حلو بيحسن السرفايفل، بس انت بتحط كذا حاجه مع بعض، يبقى بالتالي انت عندك ادفيرس افكتس هتلمها بقى في ايه؟ هتلمها بالكوم. فاحنا عندنا حاليا ليميتيشن في الكرنت تراديشنال تريتمنتس. ثس دبليو اتش او قالت لك بقى ايه؟ ذا بوست انتيبيوتيك ايرا، ايرا مش ايرا، ايرا از ريل بوسيبيليتي. قال لك ان احنا هيجي وقت فعلا هنقول مفيش انتي بايوتيك شغاله على الاورجانيزم. افكر حضراتكم بيجي لك كده كالشر سنسيتيفيتي ريزلت، تيجي تبص تلاقي ار 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 مرصوصه تحت بعضها كده، تمام؟ هي دي البوست انتي بايوتيك ايرا، ان خلاص ادي اورجانيزم اهو، ودايما يبقى اسنيته بكتر ده، تمام؟ وتلاقي ريزيستنس، كل حاجه ريزيستنس. طيب احنا ازاي نعرف نحارب حاجه من غير ما نعرف هي مين؟ عشان كده هنتكلم عن البكتيريا حاجه بسيطه كده، هو ايه الكلاسيفيكيشن اوف بكتيريا؟ البكتيريا بيعمل لها كلاسيفيكيشن حسب كذا حاجه، لكن منهم حاجتين مهمين جدا، المورفولوجي سواء هي مكورات كوكسي او رودس باسيلاي او كوكو باسيلاي، حاجه كده بين البنين كده، حاجه بين البنين، كوكو باسيلاي. ده بالنسبه للمورفولوجي. بالنسبه للجرام ستين، يا جرام بوزيتيف يا جرام نيجاتيف، يا في حاجه كمان اسمها جرام فاريبل، منها اورجانيزمز مهمه، جرام فاريبل ممكن تبقى بوزيتيف ساعات وممكن تبقى نيجاتيف ساعات، تمام؟ والجروس ريكويرمنت يا ترى ايروبيك ولا انيروبيك، يعني بيتطبق انيروبيك ميديم ولا ايروبيك ميديم. وفي بعد كده حاجات تاني هيجي وقتها بعدين. لكن المورفولوجي والجرام ستين هم اهم حاجه. البكتيريا المورفولوجي اللي احنا شايفين كوكسي ورودز، والجرامس الايه جرام ستين ده بقى نفتكره، ادي الجرام بوزيتيف بكتيريا والجرام نيجاتيف بكتيريا، الجرام بوزيتيف على الشمال، الجرام بوزيتيف تلاقي ايه الطبقه البني دي، دي حاجه اسمها بيبتايدوجلايكان لاير، بيبتايدوجلايكان لاير في الجرام بوزيتيف تلاقيها سميكه جدا ومفيش حاجه براها، سميكه وخشنه على فكره ومفيش حاجه براها. تعال بقى على الجنب الثاني الجرام نيجاتيف، تمام؟ تلاقي البيبتايدوجلايكان لاير رقيقه جدا وبراها حاجه زي ليبيد لاير، براها ليبيد لاير. طيب تمام، تعال نشوف بقى ايه امال ايه الجرام ستين ده لما بتاع المعمل بيقول لي امسك وبص بنيجاتيف قصده ايه؟ تمام؟ اقول لك ازاي. تخيل بقى الدش اللي محطوط ده هو حط في الاول بياخد الطبق السلايد دي حط عليها الكريستال فايولت ستين ده، كلهم هيتصبغوا ازرق، ما حدش هيقول له لا، تمام؟ كل البكتيريا تاخد ازرق، بعد كده بيبقى حاطط ايودين، الايودين ده بيثبت الصبغه الزرقاء في البكتيريا اللي تقبل انها تثبت عليها، تمام؟ بعد كده يبقى حاطط الكهول ووش يغسل بقى الايه؟ الصبغه. الجرام نيجاتيف فاكرين الليبيد لاير اللي من بره؟ تمام؟ الليبيد لاير دي مش بتثبت عليها الصبغه، فاول ما نحط عليها الكحول تتغسل الايه؟ الصبغه الزرقاء تتحول لايه؟ للبكتيريا اللي لونها الابيض. تمام؟ وتفضل الليترال ده يبقى جرام بوستن، تمام؟ عشان البيبتايدوجلايكان لاير سميكه وخشنه فبيلزق عليها الايه؟ الكريستال فايروس، لكن الثانيه البيبتايدوجلايكان لاير رقيقه وبراها طبقه الدهن فيتغسل من عليها الدار، يبقى ايه؟ الازرق ده الجرام بوستن والابيض ده الجرام نيجاتيف. بس تقريبا الراجل اللي بيعمل التيست ده كان اهلاوي،
قال لك مش هينفع الكلام ده، راح حط الصبغه بتاعت الصفرانين دي عشان ايه؟ الابيض ياخد لون احمر، تمام؟ فعشان كده بالايه؟ بالجرام نيجاتيف. الجرام نيجاتيف هي ايه؟ الجرام نيجاتيف هي الحمراء، والجرام بوزيتيف هي ايه؟ هي الزرقاء. يبقى انا العنف بتاعي وانا بقرا ريبورت وانا عارف يعني ايه جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف، ده يفرق. الطبق ده انا بعتبره طبق معجزه ومهم جدا ونفسي اطبعه جوه دماغي. اللي من فوق دول الزرق اللي هم الجرام بوزيتيف، واللي من تحت دول الحمر اللي هم الجرام نيجاتيف. تعال نبص الجرام بوزيتيف ده على الشمال الكوكاي وعلى اليمين الباسل لايت. الجرام بوزيتيف كوكاي استفيرو كوكاس، عشان كده تلاقي عامله زي ايه؟ عنقود العنب كده، مش يقول لك الكلاستر، تمام؟ موزعات بتاع المعمل بيعاملك على ان انت عارف، فيقول لك ايه جرام بوزيتيف كوكاي الكلاستر. المفترض ان انا خلاص كده ده ستيف، قصده ستيف، تمام؟ وبعد كده الستريبتو كوكاي تلاقيها ايه؟ ديبلو كوكاي، تمام؟ والستريبتو والانتيرو كوكاس ده واحد برضه من الايه؟ جرام بوزيتيف كوكاي. اتضح ان ليه حكايه الانتيرو كوكاس ده، هو كوكاس في الاخر بس الانتيرو كوكاس ده قال ايه؟ قال فانكومايسن ريزيستنت انتيرو كوكاس وفانكومايسن سنسيتيف انتيرو كوكاس وميكروب مهم، وكان في الاول حاطينه تبع الستريبت وبعد كده اتفصلوا بقى لوحده وقسموه لاثنين سترين في جالز وفيشز، تمام؟ يعني ده الانتيرو كوكاس ده اتضح ان الموضوع هو الثاني، واخد بالك؟ مش ده. والبيبتو ستريبتو كوكاس ده برضه جرام بوزيتيف كوكاس، لكن هو في الاخر انيروب، واحد من الايه؟ البيبتو ستريبتو كوكاي ده انيروب، بس هو جرام بوزيتيف كوكاس. هنقول حاجه مع بعض، الانيروبز بقى بتتخلى عن الجنسيه بتاعتها، تمام؟ بوزيتيف ونيجاتيف، قال لك في الاخر انا عايز كلمه انيروب، فبينسحبوا من الطبق ويجوا على بعض ويقول لك ايه؟ احنا انيروب، فهتلاقي كل مربع كده ايه؟ واحد ولا اثنين هيتسحبوا في الاخر وهيبقى اسمهم انيروبز. طيب نيجي بعد كده لو على اليمين بقى الكوليستريد او الاكتينومايسيس، دول ايه؟ جرام بوزيتيف باسل لاي، دول الاثنين انيروبز برضه. تعالى بقى ايه على الشمال من تحت كده النيسيريا والمورتزيلا، دول جرام نيجاتيف كوكاي، دول بيعملوا من الجايس كده النيسيريا والمورتزيلا. طبعا المورتزيلا طبعا دي بتيجي عندنا في النيمونيا زي الفل، تمام؟ نيجي بقى ايه اخر مربع انا مخليه اللي هو الجرام نيجاتيف بس الله، ده مربع الرعب، ده مربع اللي هو ايه الكيرسيت كوارتر. هتلاقي في الايكولاي والبروتيس والكيرسيلا والانتيرو باكتر والشيجيلا والسالمونيلا والسودوموناس والبكتيرويز، يعني ايه مربع جامد جدا جرام نيجاتيف بس الله، ده هتلاقي هو اللي فيه الريزيستنس الجامده. احنا قلنا ان فيه كوكاي وباسلاي وفي كوكو باسلاي، تمام؟ احنا الطبق كان فيه كوكاي وباسلاي بس، قال لك ادي كوكو باسلاي اهو. بينهم جرام بوزيتيف الستيريا دي بتعمل مننجايز دايما، وجرام نيجاتيف الهيموفيلس انفلونزا والليجيونيلا والبورتيتيلا. يبقى الهيموفيلس انفلونزا دي كوكو باسيلس وجرام نيجاتيف. اللي احنا ايه؟ هيموفيلس انفلونزا كوكو باسيلس وجرام نيجاتيف، تمام؟ اللي بقى جرام فاريبل اللي ينفع يبقى جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف وشكله كوكو باسيلس مين؟ اللي هو الاسنيتوباكتر. الاسنيتوباكتر ده عامل زي ايه؟ انا اسف، زي الحربايه بيتشكل، يعني ممكن يبقى جرام بوزيتيف وممكن يبقى جرام نيجاتيف، تمام؟ ممكن يبقى بوليمورفيك ياخد كذا شكل، وعشان كده هو حاجه خطيره جدا، اخطر حاجه في الميكروبز الاسنيتوباكتر ده. طيب يبقى دي الكوكو باسيلاي، منها جرام بوزيتيف ليستيريا وجرام نيجاتيف هيموفيلس انفلونزا وليجيونيلا وبروتيتيلا وجرام فاريبل اسنيتوباكتر. الانيروبس قلنا ان دول في الاخر هم من ضمن الحاجات اللي قلناهم وبياخدوا جرام ستين وكل حاجه، بس دول بيتخلوا عن الجنسيه بتاعتهم بتاعه بوزيتيف ونيجاتيف ويقولوا لا احنا انيروبس، يعني لينا خاصيه ان احنا لا ننمو الا في غياب الايه؟ الاكسجين، فاحنا هناخد بعض ونعمل حزب لوحدنا. فهو الحزب بتاعهم في مين؟ في بقى الاكتينومايسيس والبكتيرويز والبيبتو ستريبتو كوكاي والكوليستريديم. كوليستريديم ديفيسيتي واحد من اهم الاورجانيزمز، يعني لما عيان يبقى عنده ضيارية في قسم المفترض ان القسم يتقلب عشان في عيان عنده كوليستريديم ديفيسيتي. ليه؟ لان يعني هي اللي بتعمل السودو ممبرانس كولايتس، وهي دي خطيره جدا، والمفترض ان يبقى في بقى ستريكت انفكشن كنترول لما عيان يجي له اسهال في قسم. انا اسف يعني. الاتيبيكال اورجانيزمز، الاتيبيكال دول يشملوا الميكوبلازما والكلاميديا والريكيتسيا والليجيونيلا، برضه التانيين دول بيتخلوا قصه جرام ستين ما لهمش دعوه بيها، هم بيتكونوا مع بعض كده ويقول لك احنا اتيبيكال. طب اتيبيكال دي يعني ايه؟ اتيبيكال يعني رير؟ لا اتيبيكال مش يعني رير ولا حاجه، اتيبيكال يعني لهم خواص معينه، يعني مثلا هم لاكنج السيل وول، يعني ما يطلعولكش في الكالتشر
يعني ما ينفعش تعمل كلتشر يطلع لك اديب يطلع لك ليجونيلا مش هتطلع الوردية الكلتشر يعني مش هتطلع لك فيها حاجه زي كده. يعني لما بيعملوا نيمونيا يعملوها لك اتيبيكال نيمونيا تيجي الفيفر بتاعتها انسيديوس شويه شويه. يعني مثلا ليهم انتيبيوتكس معينه شغال عليهم يعني اي انتيبيوتك شغال على السيل وول لان هم ما لهمش سيل وول اساسا يبقى اي انتيبيوتك شغال على السيل وول ما يشتغلش عليهم من الاساس تمام. بس خلي بال حضراتكم دول بيعملوا حوالي 25% من حالات النيمونيا يبقى احنا ما بنتكلمش عن حاجه غير يبقى وانا في الاول ما ببقاش عارف النيمونيا دي سببها ايه في الكوميونتي اكوارد نيمونيا. يبقى تخيل بقى لما اجي حاجه انا حاطط مثلا 2 3 انتيبيوتك كلهم شغالين على السيل وول يبقى انا بعمل ايه؟ يبقى انا كده بعمل حاجه غريبه جدا تمام. يعني تلاقي واحد فمش بالكيلو مش بالكيلو مش بتعمل الانتيبيوتك. طيب نيجي بقى ايه في بقى اختصارات في البكتيريا استريبتونوميا عن النيموكوكس. على فكره دي غلبتني وانا في سنه ثالثه ما دام كانش حد بيشرح حاجه انا اسف يعني استريبتونوميا يعني استريبتونوميا هو ده النيموكوكس تمام. تبقى تقعد انت تختار فيها بقى لغايه ما تكتشفها انت بقى في موفرز انفلونزا اتش فلو انتيرو بكتيرياسي بتشمل اي كولاي والكليبسيلا نيمونيا والبروتياس ميرابيلز تمام. كل دي وليها اسم ثاني انتريك جرام نيجاتيف رود انتريك جرام نيجاتيف رود. لو حد من زمايلي الصغيرين طلع بترم او اثنين او ثلاثه كان بيبص لهم قبل كده في الكتاب وما يعرفهمش فتبقى المحاضره دي يعني بالنسبه لي انا ادت الحاجه اللي انا نفسي اعملها يعني. فعرفنا يعني ايه انتيرو بكتيرياسي هي انتك يعني جايه من الجار اساسها وجرام نيجاتيف وبس الواي هم دول ثلاث حاجات وهم تشمل تي كولاي والكليبسيلا والايه والبروتياس ميرابيلز. في الكولستريديا دي في السي ديف وعرفنا ان الكولستريديا السي ديف ده ايروب من ناحيه وبيسبب السودو ميمبرانس كولايس اللي انت بتخاف منه تمام وان ده شديد الانتشار والعضله وان حاجه خطيره ما يتسكتش عليها وان لما تلاقي حد عنده ضريره في القسم عندك ما تسيبوش لان المفترض انه هيعدي القسم كله لو دي سي ديف تمام. بعد كده اي انيروب بنسميها انيروبز وخلاص على كده. اللي في المسه اللي هي المسيلين سنسيف ستاف ارياس وعرفنا ان المسيسيلين ده حاجه بيقفل المعمل عشان هو سبب انه فيه توكسيك تمام. فعشان كده بيقفل المعمل بس يختبروا بيه سنسيفيتي بس. وبعد كده في حاجه اسمها المسه اللي هي المسيلين ريزيستنت ستاف ارياس وبعد كده في حاجه اسمها فانكومايسين ريزيستنت انتيروكوكس فانكومايسين ريزيستنت انتيروكوكس. فاكرين الانتيروكوكس اللي كان جرام بوزيتيف من فوق ده اللي احنا قلنا لكم ده كوكس وجاي وكان تبع الاستريبتوكوكاي والفصل وبقي لوحده وبقي فيه فانكومايسين ريزيستنت وبتاع لانه امبورتنت اورجانيزم خلي بالكم تمام. وفي بعد كده اكستندد سبيكترم بيتا لاكتاميز بريديوسنج ممبرز اوف ذا انتيرو بكتيرياسي. قبل ما نعرف الكام لفظ دول كانت كلمه زي كانت جمله زي دي ممكن تخلي الواحد ايه الكلام ده تمام. تعال نقراها تاني كده اكستندد سبيكترم بيتا لاكتاميز بريديوسنج ممبرز اوف ذا انتيرو بكتيرياسي. انتيرو بكتيرياسي احنا عارفينها واكستندد سبيكترم بيتا لاكتاميز عرفنا يعني اكستندد سبيكترم بيتا لاكتاميز يعني بيتا لاكتاميز يقدر يكسر كل الانتيبيوتكس الا الكربابيتس. يبقى دي انتيرو بكتيرياسي بتنتج نوع من البيتا لاكتاميز يقدر يكسر الكل الا الايه؟ الا الكربابينز. يعني لما يجيني لو جاني حاجه زي كده بكالشر او واحد بتاع معمل موهوب ووصل لغايه انه وصل لكده ابقى انا عرفت هكتب ايه؟ هتكتب كربابين هتكتب كربابين. طب احنا كده عرفنا شويه عن البكتيريا تمام؟ طب عايزين نعرف بقى السلاح اللي احنا نحارب بيه البكتيريا دي. يا ترى احنا ليه احنا كدكاتره وفي جائحه صدريه كده بنتكلم عن الانتيبيوتكس؟ لان تخيل يعني مثلا ده كان ريسيرش في اليو اس 50% من الانتيبيوتكس اللي اتكتبت في المستشفى كانت نتيجه لور ريسبيرتوريت انفكشن فطبعا حاجه تستحق. ايه الفاكتورز اللي انا بقى كدكتور افكر بيها وانا افكر فيها وانا بسيبت الانتيبيوتك؟ طبعا اكيد بفكر ايه الدايجنوزيس ايه؟ يعني نيمونيا يبقى انا هختار انتيبيوتك بيشتغل على نيمونيا تمام؟ ايه يعني الكلام ده؟ ايوه يعني الديستريبيوشن بتاعه بيروح اللنج. يعني ما تختارش امونيوم هايبوسايد عشان انت عندك عشان نيمونيا مش هو ده اللي مش هو ده الديستريبيوشن بتاعه مش هنا اساسا تمام؟ مش هو الاساس. ممكن تحطه في وضع تاني. يورين تراكت انفكشن تحط مثلا كينيلون موكسيفلوكساسين ما ينفعش مش هيروح اليورين اساسا. يبقى لازم انا اعرف ايه الدايجنوزيس بالظبط عشان اعرف اكتب حاجه تروح للايه؟ للمكان اللي انا عايزه. طيب الكومن لوكال باثوجين
اللوكال باسجن دي تاخدها مثلا ان هي في الرئه في اليورينري تراك ماشي، تاخدها لوكال باسجن على انها الهوسبيتال بتاعتك فيها انتي باسجن هو اللي منتشر تمام. يعني از انتي بايوتيك ليدد، طب يمكن حاجه دي فايرال تمام وانا مش داريان، طب يمكن حاجه دي اوتو اميون سيستميك لوبس من اللي بيجي لنا فيفر وبيلف بيها بالشهور تمام، وانا قاعد ادي انتي بايوتيك انتي بايوتيك وفي الاخر يطلع مثلا ساركويد، شفناها دي شفناها كتير تمام. يبقى انا برضه انا قاعد افكر واعمل برين اكسرسايز، القصه مش ايه مش اي حاجه انتي بايوتيك وبس. بيشنت كاركتر، يا ترى ده اولد ايج ولا يانج ايج ولا لاكتيتنج ولا بريجننت ولا اوبيز ولا وهكذا. ده يعني بيشنت كاركتر. لوكال سستبيليتي باتر، انا في عينيه مركزه قاعد كل شويه يطلع لي اسنيتو باكتر وريزيستنت كذا 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 كذا، اسنيتو باكتر وريزيستنت كذا 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 تمام. طب ما انا لازم الريزيستنت باتر ده احطه في بالي، يعني ممكن ابدا لعيان قبل ما تطلع الكالتشر بتاعته على الكالتشرز اللي قاعده تطلع لي من الايه؟ من العيانين اللي قبله. ده لو كان يعني الموضوع ما بيتعملش اوفيشال. طيب ريسنت انتي بايوتيك ريسيبي. طيب انا بقى دلوقتي واحد جالي واخد كذا وكذا وكذا وما استجابش، معقول احط له واحد من نفس المجموعه؟ على فكره انا لو ما اعرفش المجموعات هعمل كده، ممكن اعمل كده تمام. ادفيرس ريأكشن اند درايك الرجي، يعني هو كان قبل كده دخل المستشفى عند عشان بنسلين الرجي تمام، اجانا كاتب له حاجه برضه ايه بنسلين من شركه ثاني، يبقى انا لازم اقعد مع العيان واعرف منه هو خد ايه، في الرجي ما فيش الرجي وهكذا. سمبلستي اوف دوزنج، واحد عنده 80 سنه اكتب له حاجه بتتاخد اربع مرات في اليوم؟ يعني نونسنس. الديزيز سيفيريتي، يعني النيمونيا هي اصدق مثال لكده. طبعا الديزيز سيفيريتي بيقول لك النيمونيا دي هي نيمونيا هتعالجها في البيت ولا نيمونيا سيفير شويه هتعالجها في في في, في الورد ولا نيمونيا فيري سيفير هتعالجها في الايه؟ في الاي سي يو. وكل واحده فيهم في الجايد لاين فيهم ليها التريتمنت بتاعها مستقل على مستوى الجايد لاينز من ساعه ما اتعلمناها. يبقى الديزيز سيفيريتي دي حاجه ايه؟ هي بتحدد برضه الانتي بايوتيك. الديور سيرابي، يا ترى انا ما عندي سيدوموناس، يا ترى السيدوموناس ده انا بعوز له اثنين انتي بايوتيك ولا انا هدي واحد بس؟ دي اسكاليشن، يا ترى لو طلعت لي مصلحه انا فعلا هشطب كام انتي بايوتيك واستبقى على واحد؟ يا ترى لو طلع لي جرام ستين انا ناوي فعلا اشيل كام انتي بايوتيك واحط واحد بس؟ الدراج دوزنج والفارماكو كاينتكس والفارماكو داينامكس طبعا دي بتعتمد على معلومات الواحد عن الايه؟ عن الدراج. ودي هتيجي سيرتها بعد كده. طيب برضه لازم يكون عندي الديوريشن اوف تريتمنت، انا هدي مثلا كام يوم؟ خمس ايام نمونيا مثلا، يقول لك لا على الاقل خمس ايام يكون اخر ثلاث ايام ما يكونش فيفر تمام. طب ولو عندك كابيتيشن هتمد شويه؟ طب ولو انت اصلا عارف ان عندك سودوموناس هتمد شويه؟ همد شويه وهكذا. طيب ويا ترى لو العيان ده نوت ريسبوندنج انت مجهز خطه؟ يعني قلت مثلا وانا ببص في الاكس راي حاسس ان اللنج دي فيها اندرلاين ماشي، فيها كونسوليديشن وفي فيفر، بس انا شايف اندرلاين كولابس وشايف ان الهيستوري بتاع العيان طويل شويه، فانا هدي تغير بانتي بايوتيك ولو ما استجابش هقول له يا عم الحاج منظار، لان انا كده ايه انا شاكك ان يكون في حاجه عنده برونكيال، بس ممكن تكون ميوكاس بلاك، فانت تقعد هتدخل العيانين مناظير على الفاضي مش معقول، بس لازم يكون الخطه اساسا واضحه في دماغي وانا شغال. انا يعني العيان عيش مع العيان شويه، عيش معاه، بص في الاكس راي بتاعته، بص في الراديولوجي بتاعه، قول له انت من امتى تعبان؟ خدت انتي بايوتيك قبل كده ولا ما خدتش؟ تمام؟ وبعد كده في الاخر الدراج كوز طبعا حاجه مهمه. البوتنسي وبان انتي بايوتيك دي بتعتمد على الانتي بكتيريال اكتيفيتي اكيد يعني الانتي بايوتيك اكتيفيتي وكمان على الابيليتي تو بي ديليفر للسايت اوف انفكشن. زي ما قلت لحضراتكم المثل، انا لما اكون بعالج يورينري تراكت انفكشن واخترت اكتب دينيرون يبقى انا اكتب سيرو فلوكساسين، يبقى انا اكتب ليبو فلوكساسين، ما اروحش اكتب موكس فلوكساسين، ما اروحش اكتب ماكرولايد، ما ينفعش تمام. ممكن تكتب دوكسا سايكلين الغلبان في سيمبل يورينري تراكت انفكشن ايوه بيوصل، لكن لو كتبت مثلا موكس فلوكساسين بوتل ما بيوصلش. طيب تمام، فيبقى دي كل ده كلام ايه؟ كل ده كلام مهم جدا جدا وانا قاعد عشان امسك القلم واكتب روشته واختار للعيان العيان بتاعي. الانتي بايوتكس منها حاجه اسمها كونسنتريشن ديبندنت ومنها حاجه اسمها تايم ديبندنت. الكونسنتريشن ديبندنت دول هقول لكم يعني ايه، لكن هما الامايجلايكوسايد والفلوريفينولونز والميترونيدازول والكريندامايسين دول
كونسنتريشن ديبندنت. يعني ايه؟ بيعتمدوا ان الانتيبيوتيك يوصل لكونسنتريشن عاليه قوي تمام فوق الام اي سي بكتير، يجي خبط يخبط الميكروب على وشه خبطه جامده وبعد كده ينزل مش مشكله يوصل فين تمام. دول الكونسنتريشن ديبندنت، عشان كده تلاقيهم بيتعرضوا مره واحده تمام. اما بقى التايم ديبندنت بيعتمدوا على ان هم يقعدوا فتره كبيره من الدوز انترفال فوق الام اي سي. يعني ايه؟ قال لك لازم الانتيبيوتيك اللي هو كونسنتريشن ديبندنت لازم يقعد فوق المينيمم انهبيتور كونسنتريشن اكتر من 50% من الدوز انترفال. طيب يعني انت مثلا هتدي اموكسين الكلابيرونيك اسيد تمام؟ وتقول ايه؟ دي حاجه خفيفه، حاجه خفيفه دي 625 مرتين. لا الموضوع مش كده، الموضوع مش بالكيلو تمام؟ ال 625 دي لما الشركه حسبتها لقيت ان هي مش هتقعد فوق الام اي سي 50% من الدوز انترفال. فهم لقوا ان الواحد جرام يا دوب هو اللي يقدر يعمل الحركه دي، فحطوا لك واحد جرام مرتين. ما تجيش انت بقى تقول ايه؟ اصل دي حاله خفيفه، خفيفه وتقيله. ده الطب دايما عايزين كلنا والشباب الصغير خصوصا يتعلم ان الطب نوت لوجيكس، الطب فاكتس ما هوش لوجيكس. لوجيكس كان دي فيتا. الانتيبيوتكس ليها تقسيمات كتيره، بكتيريوسايتر وبكتيريوستاتيك بروتوسبكترا ومونوسبكترا. الميكانيزم اوف انتيبيوتكس فيها طبعا الميكانيزم اسمه انتيبيوتك اكشن. انا بس يا استاذ دكتور محمد هو تديني كام دقيقه يا دنيا؟ يا باشا انا عايز انا بس عشان اخد مثلا خمس. انا اسف انا اسف المفروض بس كده اسف عادي. طيب كويس يا باشا، اتفضل يا باشا. انت حضرتك كتير، لا يعني قولوا لي مثلا خمس دقائق. خلاص خمس دقائق. طيب طيب الميكانيزم اوف اكشن، يعني الاكشن بتاع الانتي بيوتكس. مين في انتي بيوتكس؟ انا ممكن اختم بالسلايد دي مش مشكله، بس انا عايز افهمها الميكانيزم اوف اكشن اوف انتي بيوتيك. اول حاجه ليه البكتيريا، ليه الانتي بيوتيك اللي احنا بناخده مش بيأثر على الخلايا بتاعتنا؟ ما احنا ليفنج سيلز والبكتيريا ليفنج سيل تمام؟ لان الميكانيزمات الحمد لله الميكانيزمات بتاعتنا في العيشه مختلفه تماما عن الميكانيزمات بتاعت الايه؟ بتاع البكتيريا سيل في العيشه تمام؟ عكس والعياذ بالله الكانسر سيلز. الكانسر سيلز عشان هي نفس السيلز في الاخر هيومن سيلز، فبتيجي تضربها بتضطر تضرب معاها الايه؟ تضرب معاها الهيومن سيلز الهيلث سيلز، لكن البكتيريا نمطها مختلف تمام؟ عشان كده احنا ايه الانتي بيوتيك ما بيضربوش معاها. طيب تعالى بقى نشوف بقى ايه الحاجات الميكانيزم اوف اكشن. اول حاجه فيها حاجات بتنهبت السيل وول سينسز او فانكشن، بتنهبت السيل وول سينسز. السيل وول ده عباره عن ليرز كده من الشجر كده، ايه ليرز من الشجر بينها بالتايت لينكس، حاجات عموديه كده بينها بالتايت لينكس. البالتايت لينكس العموديه دي بينها بومز تمام. الحاجات اللي بتشتغل على السيل وول بتكسر البومز دي. يبقى انا عندي شوجر لايرز، لاير 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 كده عاملين كده، بينهم حاجات عموديه اللي هي ايه؟ البيبتايد لينكس ديت، بينهم بونز تمام؟ اللي بتيجي بقى الانتي بيوتيك بقى يكسر الايه؟ يكسر البونز دي، فالسيل وول يتفسخ عن بعضه، فلما يتفسخ البكتيريا هايبر اوزمولار تيجي مصه الميه من بره، لما تمص الميه من بره تيجي ايه؟ تنفجر. فهو ده الميكانيزم اوف اكشن اللي عن طريقه بتنهبت السيل وول سينسز او فانكشن. بتشتغل كده البيتا لاكتم. البيتا لاكتم تشمل ايه؟ لما يقول لك لما يصحيك من النوم يقول لك بيتا لاكتم، تقول له يعني بنسلين، سيفالوسبولين، كاربابينين، مونوبابتم. لما يعني ده حاجات المفروض تبقى على السب كونشس ليفل ما بفكرش فيها تمام؟ دول البيتا لاكتم. ايه تاني بيشتغل على السيل وول؟ الفانكومايسين. ايه تاني؟ حاجه اسمها الدابتومايسين. على فكره الدابتومايسين ما بيوصلش اللنج اساسا تمام؟ والبوليبوبتايز. لكن اهمهم طبعا الايه؟ البيتا لاكتام انتي بيوتكس والفانكومايسين اللي بيشتغلوا على السيل وول. عرفنا تركيب السيل وول وشكله ايه. طيب نيجي بعد كده في حاجات بتشتغل على البروتين سينسز. ايه البروتين سينسز ده؟ في الرايبوزوم، والرايبوزوم ده متكون من 2 يونت تمام؟ في البكتيريا 50 اس سب يونت وحاجه اسمها 30 اس سب يونت. يمر جنبهم كده، يمر وسطهم الحمض النووي كده، يترجم ايه؟ يلقط الامينو اسيدز ويشبكها ببعض، يطلع الايه؟ يطلع البروتين تمام؟ ازاي بيحصل انهبيشن بقى؟ في بكتيريا بتيجي تنهبت ال 50 اس سب يونت اللي هم الماكرولايز والكريندامايسين واللينازولين والكلورامفينيكول. دول بيشتغلوا على ال 50 اس سب يونت اللي هو اليونت اللي هي الايه؟ اللي فوق ديت تمام؟ وفي بعد كده بتنهبت ال 30 اس سب يونت الامينو جلايكوسايد والتترا سايكلين والتايج سايكلين. الثلاث حاجات دول بيشتغلوا على الايه؟ على ال 30 اس سب يونت.
طب ما احنا عندنا بروتين سينسز بس احنا عندنا 40 و60 عندنا 60 اس سب يونت و40 اس سب يونت عشان كده الانتي بيوتيك مش بايه مش بيكسر الخلايا بتاعتنا تمام. طيب نيجي بعد كده اخر حاجه في الميكانيزمات حاجه بتنهبت النيوكليك اسيد سينسز زي الدي ان اي جايريز والتوبا ايزوماريز انهبيشن اللي هما بتشتغل عن طريقهم الكينيلونز. الكينيلونز اللي بتنهبت حاجه اسمها دي ان اي جايريز والتوبا ايزوماريز دول بيعملوا ايه دول؟ اقول لك بيعملوا ايه؟ الدي ان اي علشان يحصل له كوبينج لازم يعمل ايه؟ لازم في الاول يتفصل عن بعضه وبعد كده يحصل كوبينج هنا وكوبينج هنا. التوبا ايزوماريز دول والدي ان اي جايريز هما اللي مسؤولين ان هما يعملوا كده. بيجي الكينيلون بقى يعطلهم فيفضل الدي ان اي ملفوف حوالين بعضه فما يحصلش كوبينج للايه؟ للدي ان اي تبقى البكتيريا كده خلصت تمام؟ طيب يبقى ده الميكانيزم اوف اكشن اوف كينيلون. السلفون السلفون موسكزازول بقى بتنهبت الفوليت سينسز. طب ومال الفوليت يا جماعه مال الدي ان اي؟ اقول لك احنا كبني ادمين مالناش طريقه ناخد بيها الفوليت الا ان احنا ناخدها من بره في الاكل. لكن البكتيريا بقى بتصنعها عن طريق انزيم فيها. يعني ما تعرفش تاخدها من بره تمام. السلفوناميد بقى بتكسر الانزيم بتعطل الانزيم اللي بيخليها تصنع الفوليت والفوليت مهمه في الدي ان اي سينسز تمام. فبالتالي لما السلفوناميد بتعطل الانزيم ده ما تلاقيش فوليت وبالتالي الدي ان اي سينسز بيتعطل. في حاجه تاني برضه النيتروفلونادون والميتروميدازول دول بقى بيصنعوا فري راديكلز جوه والفري راديكلز دي بتكسر الدي ان اي. فده الميكانيزم اوف اكشن of antibiotics. طبعا المحاضره دي يعني ايه طويله جدا ويعني انا هوقفها هنا طبعا عشان ما اخدش وقت اكبر من وقتي. لكن اقول لحضراتكم انا هجيب سلايد في الاخر كده دي القناه بتاعتي على اليوتيوب. المحاضره دي انا عملتها كذا مره هتلاقي عليها المحاضره بنفس المنطق ده بس كامله مكمله للاخر خالص. مش عايز والله ولا لايك ولا سبسكرايب ولا اي حاجه تمام. بس بجد يعني لو احنا كلنا بنفكر نفسنا لو احنا بنتعلم الكلام ده من دكتور محمد مصطفى ومن دكتور علي ومن كل زمايلي ان احنا يعني نحاول ان احنا فعلا نغير ما نبقاش بنتكلم بس. وانا متشكر خالص وشرف لحضرتك. شكرا جميل ده. استفسار بس هيفيدنا كلنا معلش خصوصا الكوبي 19. رايح حضرتك في الغرب افضل حاجه تستخدمها في البروفلاكسس للسكندري بكتيريا انفكشن. طبعا مش هتلاقي كلام عن بروفلاكسس على اجنس سكندري بكتيريا انفكشن تمام. هتلاقي كلام عن النون انتي بايوتيك افكت اند انفلاماتوري افكت اوف انتي بايوتيكس تمام. ده وهتلاقي كل انتي بايوتيك في الدنيا قال لك واحنا لينا انتي انفلاماتوري افكت. الماكس لايف قالت احنا لينا انتي انفلاماتوري افكت وراحت الكينيلونز جايه وراها قالت لك احنا لينا الميرومدياتري افكت. دي حاجه. هتلاقي برضه كلام تاني انا بتكلم دلوقتي يمكن انا وسعت السؤال شويه تمام. الراشونال اوف فور بريسكرايبنج انتي بايوتيك ان كيس اوف كوفيد تمام. ففي ناس بتقول لك ان ليها نون انتي بايوتيك افكت. دي نمره واحده. نمره اثنين يقول لك لا ده ليهم انتي فايرال افكت كمان. ما خلاص ما احنا لازم تكتب يعني ايه مش هتقدر تغمض عينيك تمام. طيب فقال لك الازيثروميسين ده دي انتي فايرال افكت ده يعني ده كلام بيتقال تمام. والكيدرونز برضه راح طلع وقال لك احنا برضه لينا انتي فايرال افكت. والدوكسيسايكلين قال لك ده بيزود الافكت بتاع الايفرزين. وبعد كده راح طلع ستادي ريسن قال لك ده المجموعه اللي خدت الدوكسيسايكلين مع الايفرزين كانت نتائجها اوحش من المجموعه اللي خدت الايفرزين لوحده. دي برضه ستادي تمام. واللايزوليد طبعا ده الثاني برضه ايه قال لك ده احنا في الاخر بنشتغل على البروتين سينسز برضه وفي الاخر لينا انتي انفلاماتوري افكت. لكن امتى بقى هيبقى الانتي بايوتيك مانداتوري بقى تمام؟ لازم يا جماعه لما اشوف حاله كوفيد اول حاجه اعمل الديفرنشيشن كويس مع حضراتكم اكيد اشطر مني في القصه دي انه ما يكونش في ان ما تكونش القصه اساسا بكتيريا مش فيروس. ودي اعتقد من خلال الراديولوجي ومن خلال الكلام اللي اتقال الكتير من زمايلي ده ينفع يبقى سهل. تاني حاجه واللي هي اكثر انتشارا وريليتد اكثر للسؤال امتى هعرف ان في سكندري بكتيريال انفكشن؟ وده يبدا معايا من الكلينيكال بتاع العيان. يعني ايه؟ يعني عيان كان صحي وبيه كويس والفيفر راحت وراحت الفيفر
فيفر ايه رجع تاني. تمام ممكن يكون سايت كاين ستورم انا معاك صح تمام. تعال اعمل سي بي سي بس كل الراجل لو سمحت ما تطلعليش حاجه زي الفراخ البيضه كده من الجهاز. اعمل لي فيلم بص على الفيلم عشان تقول لي في توكسيك جرانيولز ولا لا، في شيفت تو زيفت ولا لا، شوف السي ار بي برضه شوتنج لفوق ولا لا تمام، شوف الليوكسيد الكون عالي جامد ولا لا تمام. لو انا لقيت ده كله ده مثلا من اللاب هيسجست ان في سكندري بكتيريال انفكشن برضه اجي عامل. طب ابص في الراديولوجي تاني وده الراديولوجي بدل ما كان جراوند جلاس بيديه كونسولديشن محترم، ويا سلام كمان لو معاه حته كافيتيشن، ويا سلام كمان لو معاه سنه افيوجن تمام. يبقى انا كده طلعت بقى ايه، طلعت من قصه ان انا بتكلم في كوفيد وسايتوكاين ستورم لان انا عندي ايه سكندري بكتيريال انفكشن من اول الكلينيكال انه كان اعراضها ورجعت للسبيوتا من كان بيبقى فيه برودكتيف كاف وبيرنت سبيوتا مثلا لللاب بالتوكسيك جرانيولز والليوكوسايتوزيس والسي ار بي العالي للراديولوجي اللي بدا يبقى فيه كونسوليديشن وممكن كافيتيشن وممكن بارانيومونيك انفيوجن. كل ده هيخليني في الاخر انا بقى هنا بقى الانتي بايوتيك ما بقيش بقى ايه نظام نون انتي بايوتيك افكت واصله انتي فايرال، لا ده انا بقى ايه خلاص كده ايه من ده يعني. بروكاستينين طبعا سؤال عبقري يعني او مفوز عبقري، هي مشكلته ان هو بيطلع بعد 6 7 ايام يعني عندنا يعني 600 يعني عارف بص الناس هي الناس لما الوقت في زمن الكورونا تمام 600 جنيه بيجمعهم من بعض مش مشكله، لكن برضه 7 ايام دي الفتره اللي انا محتاج اخد فيها القرار راحت يعني. انا 7 ايام ده هيقعد يعمل ايه معايا؟ عشان مسافر من عارف من عارف ده هو يعمل عنده. انا بتكلم عن اور اون براكس تمام، بنطلبه بيقعد زي مثلا قصه الاي ال 6 تمام. طب ما انت برضه بتبقى عايز اي ال 6 عشان تقول سايتوكاين ستورم وكده، بس بتلاقيه برضه بيقعد لك برضه بالايه؟ بالايام. فانت بتشتغل بقى يعني على ما هو متاح من داتا يعني. شكرا لكم نزار بتاعتنا وتعليق عبد الرحمن. في ناس بتعترض على لفظ بروفلاكتيك انتي بايوتيك. يعني انتي بايوتيك بيتكتب زي ما قلنا نزار ده بيبقى فيه انفكشن. وفي الكوفيد باختصار الحالات السيفير كيس، السيفير كيس دي لو حالة سيفير متوقع هتكون هتبقى جت سكند بكتيريال انفكشن بالاضافة للحالات اللي قالها الدكتور نزار بالنسبة للسي تي لللاب للبيرن سبيوتا مولتي لينجر. فالانتي بايوتيك بيتكتب في السيفير كيس بيري سيفير كيس عشان ده هيكون جت سكند بكتيريال انفكشن في الغالب وتؤيد بالحالات الكلينيكال او اللاب اللي قالها الدكتور نزار. لكن حالات المايلد والمودريك ده مفيش ايفيدنس كونفكشن مفيش حاجه اسمها بروفلاكتيك انتي بايوتيك. وحتى في الانجنرال في الجست غالبا مفيش الا فيو انديكيشن زي سيستيك فايبروزيس مثلا برونكيتس. في ناس بتدي مثلا ازيثرومايسين مرتين في الاسبوع وهكذا انهيلد بس يعني، لكن كبروفلاكتيك انتي بايوتيك مش موضوع يعني بشكل بس عشان الوقت خالص. وشكرا في النظام ونستمتع بالاستاذ الدكتور علاء رشاد هيتكلمنا بقى عن الايه الكوفيد ابديت.